ظروف الصيد صعيبه الخوت كما كتشوفوا. غادي نقترب من الرئيس ايوب مع شي التقاط على مولانا رئيسي. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله، اللهم بارك. شوفوا هذا اخوان، شوف 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 شوف، تبارك الله، بياسه زينه مع شي كالاماره من حجم ممتاز. اخوان الظروف صعيبه، الخوت والماء، نغامروا معاكم باش نوصلوا لكم الصوره كما هي. تبارك الله، اللهم بارك. كيما نجيب الصنابر يا رئيسي؟ رد البال اخويا. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. شوف الاخوان ما فين واصلني حتى الركبه، شوف شوف، تبارك الله، اللهم بارك، اعطاك الله الصحه، تبارك الله. شوفوا الاخوان راه ظروف صعيبه، وليني تبارك الله، تبارك الله، اللهم بارك. الخوت راه واحد الظروف راه ما نعاودش ليكم، وليني كنحاولوا ما امكن نقربوا لكم الصوره. تبارك الله، عطاك الله الصحه رئيسي، قربوا لكم الصوره. الخوت شو الماء راه البلاصه فين كنصيدوا حنايا، والحمد لله كل شيء زين، كل شيء ديال الله. ها انتم شوف 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 شوف، الله اكبر. على مولانا الكريم واحد الحصيله الخوت، اللهم بارك. كيما كتشوفوا، بسم الله بسم الله، كالامار هاهي البيضة كحمرا الاخوان، تبارك الله، اللهم بارك. هذه الحصيله ديال السيبيا ديال اليوم، وهذه كذلك حصيله الكالامار ديال اليوم. تبارك الله، اللهم بارك، الخير اللهم بارك. على مولانا الكريم، اللهم يسر.